الوزير للجواب. عجلة النقل المزدوج هو النقل اللي اليوم تنستعملوه في يعني اللي منظم باش يعني ننظموا النقل الجماعي في المجالات القروية على الخطوط القصيرة. الحافلات ديال النقل المزدوج مثل جميع الحافلات يمكن لها تحصل على الدعم ديال التكسير والتجديد، وحنا تنعملوا على برنامج جديد باش هذاك الدعم يكون أفضل في السنوات المقبلة ابتداء من سنة 2024. وشكرا.